عليكم، مرحبا بكم. ان شاء الله كنقول لكم عاشورة مباركة ان شاء الله وعيد سعيد يدخل علينا بالصحة والهنا وراحة البال ولينا المغاربة والمسلمين، الشعب المسلم اجمعين. اش كنقول يعني واخا في هذه الظروف ديال كورونا وفاسميتو، بغينا الحمد لله نحتفلوا بهذا عاشوره. وهي باش بغيت نعرف عاوتاني راسي، راه عادي يعني واحد الفنان اللي هو شعبيه ياسين الصغير معروف عند الناس وعند الحباب وعند الصحاب، فنان شعبي من مدينه اكادير، يعني ما لبس دو بياس ولا شي حاجه، اش لابس قفطان ياك؟ عادي، ماشي شي حاجه اللي هي خايبه. انا الحمد لله راه كنقولها لكم وعاود قلتها لكم عاوتاني، اللباس اللي كان هو هذا القفطان يعني اللي لابس وشويه ديال لاله ملكه اللي كانوا فيها، كنقتصروا غير على سته ديال الناس صحاباتي غير فقط حنا بيناتنا جالسين ضاحكين. درت حنينه انتم كيف ما كتشوفوا كيف ما وعدتكم ديال لاله ملكه، والقفطان اللي كنت لابس هو هذا، والشطيح اللي كنشطح ديال الملوك ديال ميره وديال ملكه. وكاين بزاف يعني المغرب، باش نقول لك نعطيك يعني 60% 70% ديال الناس كيحضروا الليلات، كيحضروا العشويات ديال لاله ملكه، كنلقاهم في مولاي ابراهيم، كيكون عامر، كيكونوا بزاف ديال الاماكن كيكونوا عامرين بكذا. دوك اللي بيفهموني دابا هنا، الناس اللي غيفهموني هما الناس اللي كيحضروا في هذا الشيء ديال العشويات وكلشي. الناس الاخرين اللي ما عرفوش انا غادي نحاول نفهمهم يعرفوا شنو هذا الشيء. والشطيح راه اصلا هذا اللي ماشي جديد عليا، راه ديما كنشطح ماشي دابا. ربما علاش يعني طب كتحتفل يعني بهذه العشويات ديال لاله ملكه؟ الحمد لله حنا كيف ما قلت لكم هاد الطقوس ديال لاله ملكه هي كتكون واحد العشيويه كيتجمعوا فيها البنات، كيحنيو كيطبلوا كيغنيو كينشطوا. وتلقات لينا مع عاشوره، هو كنت كندير هنا كتكون حفله كبيره وكيكونوا فيها كنديرها في القاعه وكيكونوا فيها ناس كثار وكلشي. بغض النظر دابا مع كورونا وهاد الظروف ديال الزيار، يعني اكتفينا نكونوا خمسه ديال الناس تغا بيناتنا، درنا غديوه ديالنا ونشطنا وفوجنا فقط باش يعرفوا الناس باللي راه الحمد لله ما نسيناش الطقوس ديالنا والعادات والتقاليد. الا كانت كورونا ان شاء الله ربي غيبعد هاد الوباء وغادي يمشي، ولكن كيبقاو الطقوس ديما. هادي عشيويه ديال لاله ملكه ديال الملوك، كيكونوا فيها الحنا وكيكون فيها الماكياج وكيكون فيها سميتو حتى الماكياج كيدار. لكن ربما يعني الحنا والماكياج مرتبط بالنساء، علاش يعني انت حيت ولد لاله ملكه يعني ولد الملوك، ولد كي كنقولوا دابا كاين لاله عيشه، كاين الباشا حمو، كاين حمادي، كاين لاله ملكه، كاين ميره، فهمتي؟ كاين ولاد الميمه، يعني ضروري يديروا كيتبعوا دوك الطقوس ديال داك الملك اللي تابعين ليه، كيتبعوا دوك الطقوس لداك الملك اللي حنا تابعين ليه. كتلبس الخضر البيستاج ديال لاله ملكه، فهمتي؟ ودرت الحنة ودرت حتى الماكياج، درتو في هذيك في العشيوة، درتو غادي يكونوا الناس شافوه عادي، ماشي شي حاجة. يعني واش ياسين يعني مسكون ومجذوب؟ واش غنقول لك اخويا مسكون مازال ما عرفتش، ولكن مجذوب كنطيح، كنحير وكنطيح حتى انا، وكنحضر الليلات وكنمشي للمواسم وكنزور السادات واللي تعجبي تبلع. هادشي اللي كنقول. يعني كاين اللي غادي يوصفك، يعني كاين اللي كيطلق عليك بانك ربما مثلي جنسي، عييت من ديك الكلمه ما كثرت ما كنسمعها حتى قربت نولفها على راسي. في اخبارك انا غادي نقول للناس واحد الحاجه، يعني لو بليبيغ ديال الناس كيتلاقوا معايا في اكادير، كيتلاقوا معايا في كازا، كيتلاقوا معايا في مراكش، كلشي كيتلاقوا معايا لابس لباس عادي، يعني جين قميجه ونضيدرات وهذاك عادي. امتى كنلبس هادو؟ يعني في الوقت اللي كتكون ديال الملوك بحال كتكون شي عشيويه، ولا في الخدمه ديالي اللي كنكون خدام كنكون لابس القفطان وهذاك. الماكياج ما كنديروش، ولكن في العشيه ديال لاله ملكه ضروري كيكون غير شويه ديال داك الروتوش في ديك العشيه هكذاك. ما يمكنش شي واحد، انا نتحدى اي واحد يكون شافني غير في الطريق ولو بارازار ولو صدفه يكون داير سميتو ما عمر درتها. وتا دابا ما داروش، يعني حيت دايرين دابا غير عشيه قباحيه. ديك العشيه ديال اللي درت ديال لاله ملكه كان مفروض عليا ندير فيها الماكياج. وحنا الحمد لله حنا كنامنوا كنامنوا بشي حوايج اللي حنا عارفينهم وعاشرناهم وعرفنا الناس، وبزاف ديال الناس كيامنوا بهم، وكاين بزاف ديال لابليبيغ ديال الناس ولاد الجواد راه غيفهموا هذا الشيء اللي كنقول لهم. كتلقى بزاف مجموعه من الانتقادات كاينين الطريقه باش كتشطح كاينين، وزائد على اللباس ديالك وهذه الحنه كاينين بزاف. الحنه الله يحن علينا كاملين، انتم كتشوفوها حنه بلديه وعاديه. كاين احبابي وصحابي اللي كيدير التطواج، كاين اللي كيدير البيرسينغ هنا، كاين اللي كيدير الطنقه هنا ياك، كاين اللي كيديرها هنا في الدراري، كاين اللي كيطول الشعر والنص داير ليه ليميش وكيلوحو على جنب. انا لا، انتم كتشوفوا حسنه عاديه ياك،
الحنه هذه كتحيدها ديرها ماشي كتبقاش بزاف بحال تطواج يعني كديرها الحنه كنقول الله يحن علينا والله يحن على الجميع هادشي تابع للملوك وما غاديش يفهموا يعني خصو بزاف فهمتي باش يفهموا الناس وكاينين الناس اللي كيفهموا في هادشي ديال الملوك يعني الاسره ديالك شنو الراي ديالك؟ بالعكس انا كنهضر على الاسره ديالي اللي معايا ديما الحمد لله اللي كاينين في دارنا لا الوالده لا الوالد يعني هما عارفيني انا اش كنسوى وعارفيني شنو كندير وثيقين فيا ما كنديرش حتى شي حاجه اللي هي خارجه على الدين وعلى الاسلام وعلى القانون هادشي اللي كنديرو الحمد لله. شوف نقول لك هو انا ما غاديش ندوي في الدين حيت كنستسمح بعيد يعني الدين بعيد كل البعد باش ندويو عليه حنا الحمد لله. لا تتشبهوا بالنساء. وانا ما كنتشبهش بالنساء هذا انا دابا اللي كنعطيك انا واحد الحاجه كنقول لك العشويه ديال لالا ملكه يعني تقدر تلقى معايا انا وياك فكاري تلقاني لابس السروه لو قميجه وتهضر معايا نقول لك خويا نعم هكذا عادي ولكن انت دابا ملي جيتو عندي في هاد لا بيريود وفي هاد الحفله ضروري تلقاني لابس قفطان حيت خدام كنخدم بالقفطان والحنا كيف ما وعدتكم وقلت لكم انا درتها وان شاء الله يعني مازال غنحني رجليها اللي عجبوش اجي يقولها كيف ما قلت لك هاد الحنه ديال لاله ملكه كنديرها وكنحير بها ديال الطحيار كنديرها وكنخدم بها هذه ديال الخدمه يعني ماشي دايره وكنتزوق فيها وهادشي ديال الملوك والناس اللي كيعرفينو راه كاينين وموجودين الله يعطيكم الخير وكنطلب منكم بزاف 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 تكونوا قاريين على هادشي وتكونوا عارفين على هادشي تكونوا قاريين على هادشي ديال الملوك وعارفين شنو هو هادشي ديال الملوك وكاين بزاف ديال الناس كيديروا العشويات وكيديروا الليلات ديال قناوه سولوا قناوه راه كاينين ولاد الحال كاين ولاد الميمه كاين ولاد لاله عيشه كاين ولاد ميره كاين ولاد لاله ملكه راه بحالي فهمتي والحمد لله انتم راه كتشوفوا دابا الحمد لله راه دارني دابا راه فيها الفاميلا وفيها كلشي راه مجموعين كيفاش يعني ربما غادي نرجعوا لزمن كورونا واخا حنا باقي في زمن كورونا يعني كيفاش ياتي الجزائر تعايش مع زمن كورونا كنعرفوا قتلاتنا يا خويا قتلاتنا كرفصاتنا لا سمحها ولا رحال هاد كورونا الله يشافينا والله يشافي جميع المغاربه حتى هما مساكن برا والداخل ديال الوطن والله يشافي المسلمين كاملين وحتى شنو التنصر الله يشافيهم راه ما غاديش حنا هذا الخير بغينا يبعد على الامه ديال البشريه كامله يبعد وترجع الحياه كيف ما كانت اخويا راه كنشوف الفنانه مساكن واكلين الدق شهر 3 4 5 6 7 8 وزايدين فيه ما كاين تعويض ما كاين والو فهمتي ماش غنقول لك ما دفعت لذاك التضامن خديت التضامن خديته ولكن ما نكذبش عليك واحد الانسان اللي مولف واحد النيفو في المعيشه طحنا بزاف تهرسنا ما كاينش خدمات ما كاين والو دابا غير قصاره درنا غا بيناتنا ولو غير نشمو غير الريحه ديال النشاط عاوتاني. النيفو في المعيشه يعني شنو هو النيفو ديال ياسين الزهير يعني كاين الناس كيتسالوا حول كنت بخير كنت بي احنا ما علمينش بهاد كورونا وما عرفناهاش وما عرفناش واش غادي تجي وما عرفنا كنا عايشين بخير كنا واكلين كنا شاربين كنا ناشطين يعني الحمد لله الخير ما عمر خصنا بين ما تقدد القدر هذا الحمد لله جانا ديريكت تبدلت المعيشه ديالنا ولينا كنقتصدوا بزاف كنديروا الحساب لشحال من حاجه وحاجه وان شاء الله نطلب ربي ودي يحيد هذا الشيء ترجع الامور كي كانت يعني كاين الناس ربما قلت لهم في واحد الفيديو بانك ايه الدخل ديالك 2000 درهم في النهار وراه خويا يكون عندك الكنز ديال علي بابا وعلى قد الدير غتكملوا هويلي واش تخا كنقول لك انا شهر 3 و4 و5 و6 و7 ومازال زايدين في 8 واخا يكون عندي الكنز ديال علي بابا واخا يكون عندي راه غادي نكملوا راه ضروري انت واحد الانسان اللي هو خدام وجمع الى حبست الخدمه راه غياكل سميتو غيبدا ياكل في داكشي اللي جمعه راه كملناها خويا راه كملناه وبدينا في الاخرين عاوتاني راه عرفتي راه على الغلب الله ما بقاتش خدمه راه قلتها لك راه خاص يكون عندك ما البحر وغينشف ما حسك انا لا حبيبي لا اسمح لي كملناهم كاين شي سؤال اخر عاوتاني باش نشبعوا الرغبه ديال الجمهور يعني فاش ربما سمعنا بانك يعني تفرقتي ما درتيش صداع مع والديك وهذه ما بقيتيش ساكن معاهم علاش شنو السبب واش على هادشي اللي كدير؟ كذبوا عليك ونافقوك انا لما كنت انا ما بقيت ساكن مع والديا ويلي اخويا شكون اللي قالها لك شكون هذا الكذاب اللي قالها؟ انا عندي داري
والحمد لله يعني دابا فهاد الظروف هادو كارهه يعني معاوناني شويه على الصير. وما نكذبش عليك، لا 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 خويا، لا كاين مع والديا وكاين مع امي وكاين مع با، والحمد لله ومجموعين كاملين اسره شعبيه وضحوكيين ونشيطين وكل شيء. ها فين دوزوها؟ ويلي على خرج من دار والدي، خرجت من دار والديا كذبات اللي كدير. لا خويا فرحين بيا وعجبتهم، ما بقى لهم غير يديروني على العماريه ويدوزوا قدام الناس على انا كندير شي حاجه خايبه. كما مصوريني في الموقع الازرق انا خويا مصور، انا غير كنخدم وكنغني والحرفه ديالي هي هادي، واللي ما عجباتو يضرب راسو مع الحيط من عيانة ما نبرا. ولا على خرج من عند والديا كذوب كذوب كذوب، ما كايناش انا في دار والديا من نهار تزت لدابا الحمد لله. قلت لنا بانك عندك سكن خاص. عندي سكن خاص بيا ديالي، دابا حاليا كريتو حيت ما كاين والو، فين غنجيبهم؟ شي خويا ندير البطبوط نفرشو في السوق، ما كاين ما يدار في داري كريتها، وساكن مع والديا. ولي على خرجت وحوزو فيا كذوب كذوب، لا ما كايناش، لا لا هذا ما كايناش. هادشي كامل اللي قلتي فين صاو؟ الحمد لله. راه داكشي باش قلت لك، راه واخا يكون عندك الكنز ديال علي بابا، راه كون ماشي داك الدار دابا اللي كاري وكنشد منها واحد شويه هو كنعاون به الصير اخويا، وشهر 3 و4 و5 و6 و7 و8 شكون بيعطيك؟ النهار اللي عطاك اليوم ما يعطيك غدا، والشهر فيه 30 يوم، وضرب لي انت 6 شهور وزايدين فيها. يا ربي ودي غير تشافى هاد كورونا، يا ربي ادعيو غير معانا، غادعيو غير معانا تمشي غير هاد كورونا، غادعيو معانا انتم مقابلين غير حنا حاضرين، حنيتي زمرتي زبلتي، هزوا يديكم كاملين معانا وادعيو يا ربي شافينا وشافي العباد وكل شيء يكون بخير، وعرفوا بلي راه كاينين الملوك وكاينين الليلات وكاينين كل شيء، ومرحبا بكم، حنا راكم كلكم عزاز وحق الله، واخا كل شيء، واخا يعيبوا. ايوا يعني ككلمة أخيرة غادي تقولها للمغاربة اللي كينتقدوك، وربما كاين واحد السؤال يعني كيفاش كيتصرفوا معاك الناس في الشارع يعني بعد ما كيتلاقاو معاك؟ ربما وحق الله لا كيحبوني، كطلع لهم شي فضيحة من بعد كيفاش؟ وحق الله لا كيحبوني قسما بالله، لا كنخرج لا كيتصوروا معايا قسما بالله، إلا كنمشي كنبغي ناخذ شي حاجة كاين اللي كيعرفني كيقول لي ما تخلصهاش، وبكلام ديال المعقول. القسم شوف باش يشكروك الناس كاملين راه ما كايناش، الكمال لله. راه تشكرك 30% تعيبك 70، تقدر تعيبك 70 وتشكرك 50، ما عمر تشكر، والمشكور مقعور. انا نقولها لك، كاينين الناس اللي كيحبوني الحمد لله وكيبغيوني وكيعيطوا عليا، وانتم راه كتشوفوا الدليل، راه ديما الحمد لله، وكنضربوا قصيرات مع الناس المزيانين وضاحكين. انا راه كنحب كل شيء المغاربه وكلهم عزاز عليا، اللي عيبني ولا حتى اللي شكرني، انا ولد الحال، اعذروني الله يعطيكم الخير، راه كنتحير كنطيح كنجذب كنديرهم 16 زعما غير في الميدان ديالنا اللي مشى عاوتاني عقلكم فين، والحمد لله بخير وعلى خير، وعندنا حبابنا وعندنا صحابنا وكيتلاقاو معانا وكيتهلاو فينا، وهما معاش عايشين وهما معاش خدامين، راه كون ما بغوناش ما يعيطوش لينا. والفنان ملي كيطيح ما كيتذكرش مازال، يعني عارف بلي راه طفات ليه الشمعه، وكنتمنى ان شاء الله ديما يفكرونا وديما نكونوا عزاز عليكم وديما تبعونا، وتبارك الله عليهم المغاربه الحمد لله راكم كلشي عزيز. وحتى يعني اش غنقول لكم، ماشي غير المغاربه، المغاربه هما الاولين يتبعهم الشعب العربي ويتبعكم ان شاء الله حتى الاخرين النصارى. وشكرا بزاف، كنشكركم وكنشكر شوف تي في على الحضور ديالها، وان شاء الله كنتمنى تكون ديما واحد العلاقه بيني وبين الجمهور ديالي مزيانه، واخا دوك اللي كانوا في الاول كينتقدوا ملي كيحاولوا يتقربوا ليا كيتعرفوا عليا مزيان راه كتبدل شويه الصوره ديالهم جهتي.